هذا سائل يقول: ما رأيكم وفقكم الله في قولي في تفسير قول سماك بن حرب عن بيعتين في بيعة أنه قال: أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا نسيئة؟ قال بعض أهل العلم يرى أن هذا هو ما يسمى اليوم بيع التقسيط بعينه، فما رأيكم حفظكم الله؟ لا، ما هو بيع التقسيط. بيع التقسيط يبيعها بثمن واحد يدفعه على دفعات، على أقساط، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ثمن واحد ما يسلم جميع، يصير أقساط على مواعيد، كل قسط في موعده، لا بأس بذلك. نعم.